السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسعادة والسرور مشاهدينا الكرام، مبروك عليكم الحياة. واليوم عندنا أربع مباريات والجو بارد ومنعش وجميل، وأهل قطر قضوها بين البر وبين التفقع وبين الجولات العائلية في هذا اليوم، يوم السبت قبل بداية الأسبوع اللي هو يوم الأحد. اليوم انتهت الجولة وفاز نادي العربي على نادي السرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مر الكرة ليست إلى خارج أرض الملعب، يستعيدها العربي، المحاول العربي من الجهة اليمين، مرور ممتاز وعرضية والكرة تجاوزت الجميع وتسديدة. الله، عبد العزيز حاتم يأخذ القرار الجريء. فاندرلي عند فاندرلي تبعيز يتجه لتسديد الكرة مباشرة إلى المرمى، سيد عدنان يشوت كرة، الله، جول. شوف الإعادة بالبطيء، العرقلة بدون كانت من خارج المنطقة، على كل حال تقدير المساعد الثاني تاكانو يسدد يسجل الهدف. ومعها أيها السادات والسادة جاءت صافرة النهاية. وفي المباراة الثانية قطر يفوز على نادي معيذر بهدفين مقابل هدف واحد. هدف أول، لمسة رائعة جدا لأدريانو يسجلها في المرمى، هنا الكرة لا زالت أدريانو، هدف ثاني. الله يا موسى، كرة ملعوبة لجونسون مار، والهدف الأول، هدف أول جونسون، هنا يتقدم ويسجل أول أهداف فريق معيذر. يعطي الكرة لإسماعيل محمود، عرضية عرضية. أم صلال والجيش، أم صلال يفوز مرة أخرى ومرة أخرى، هذه المرة على نادي الجيش هدفين مقابل هدف واحد. عدن علي فيليبات كابوري، وهدف ثاني، هدف ثاني لأم صلال، يضرب من خلال الدفاع، يحل مع الدقائق الأخيرة للقاء، كرة وتسديدة، محاولة من بوتاري، هدف يأتي في الوقت البدل الضايع، هدف يأتي في وقت متأخر للغاية. ونادي الاخريطيات يتقدم صحيح، ولكن الاخويه يرد كره قاسي يفوز بثلاثه اهداف مقابل واحد. يحاول في الطرف الايمن يبحث عن عرضيه تاتي للقائم الثاني، ولكن من تجد هنا؟ عادت كريم بوضيف، فرصه الان كريم، كريم يسيطر على كورته، يعدي ويسدد. الله الله الله، ركله زاويه ملعوبه عاليه، عدوا مش حكام، ولكن نتابع هنا امامنا، تستحق ام لا تستحق؟ نتابع سيباستيان، جول ثالث لمصلحه الاخوه. ده معاكم مباراه سيليه ونادي العربي، ثلاثه اهداف مقابل هدفين لنادي العربي. امس الاستاذ عبد الله العيد رئيس نادي السيليه وش قال؟ قال ان هذه المباراه راح تكون الاخيره لشتيكا، في اشاره انه راح يفوز على النادي العربي، وكذلك قال ان ابو علام لا يصلح ان يكون في نادي العربي، وبالتالي عموما النادي العربي ردوا في الملعب وفازوا في المباراه بثلاث اهداف مقابل هدفين. قد يصدق العيده في شيء واحد في موضوع شتيكا اللي لربما قد يقال اليوم او بكره لا نعلم، ولكن نتمنى ان تكون اشاعه، لان شتيكا قدم الكثير نادي العربي في هذا الموسم، ووصل معاهم الآن بعد فوزهم اليوم إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينه وبين المركز الأول فقط 7 نقاط، ويكون منافس. وعنده على فكرة ناقص مباراة، يعني الأخير أنه متقدم على الجميع في 16 مباراة هو ونادي الجيش، فبالتالي الآن فرصة كبيرة نادي العربي أن يكون فرق المقدم، بينه وبين المركز الثاني على فكرة مباراة واحدة فقط، 3 نقاط، لكن العربي يستحق الفوز اليوم يا جماعة، صح؟
بس نعم اللي شاف المباراه مبارك وعادل يعني احنا تكلمنا انتم قولوا احنا عادل مبروكين الفوز مبارك الله يبارك فيك خالد وهاردك يستحقون خالد العربي الفوز حقيقه رغم تقدم السلي بهدف اول لفوزي عايش الا ان العربي حقيقه تماسك في خطوطه وكان اليوم بعلامه ايضا في وسط الملعب هو عبد العزيز حاتم صراحه شكله اداء جيد اليوم سيد عدنان رغم ان سمعنا ان المباراه الاخيره له اليوم الا انه صراحه يعني انقذ العربي من هدف كرتين من طلعها من من من, من نصف المرمى اذا جاز التعبير وايضا سجل ايضا الهدف اللي ضمن نتيجه المباراه الهدف الثالث سيلية حقيقة اليوم كاماتشو بعد ما نزل في الدقائق الأخيرة في العشرين دقيقة حاول يعمل إضافة للسيلية لكن أعتقد بسالة والدفاع العربي منع كاماتشو أن يغير نتيجة كرتين حقيقة سواء الفاول أو الكرة الرأسية تم بعادة من قبل المدافعين العربي فوز في النهاية فوز مستحق للعربي نقول لهم مبروك وهارد لك للسيلية يعني سيلي قدم اداء جيد حقيقه ايضا حراس المرمى كانوا جيدين يشيد بحارس المرمى العربي سيلي يعني مع ان رغم الهدف الاخير ممكن نقول عشان المطر شوي يعني ساعد الكره في زياده السرعه لكنه كان متالق حقيقه انقذ فريقه من اكثر من هدف بس على حراس المرمى ابو محمد رجب حمزه لولا توفيقه اليوم في ثلاث او اربع مناسبات صحيح كان ممكن تنقلب النتيجه شال عدة كرات هذا يعني هذه تقريبا خامس أو سادس مباراة هو يكون يرجع حراس هم نجوم المباراة بالضبط يعني وهو في كانت النتيجة 2-1 نعم وشال ثلاث أهداف محققة للفريق يعني معطيات المباراة ممكن تغير لو عاد السيلية في هالفرص اللي أبعدها مبروك للعربي لو انبهوا يمكن العربي أهداف أكثر يفوز أكثر من ثلاثة صحيح صراحة شالهم يعني الحارسين الحارسين صراحة في المباراة كان ممكن تكون نتيجتها أكبر.